ست يارا، الحمد لله على السلامة. كيفك احسن؟ الحمد لله. مدام هناء قالت لي ان انت جيتي امبارح بالليل من لبنان. كنت عندها هلا؟ ايوه، اصل النهارده كانت جلسه شعبان جوزي وخد 3 سنين سجن. شو بدي اقول لك؟ الله يصبرك، بس انت كنت خايفه ياخد اكتر من هيك. الحمد لله على كل حال، ادينا هنستأسف ضد الحكم. اي طبعا ضروري تعملي هيك. المشكله بقى ان المتر عامر عايز فلوس ياما، وانا مش عارفه اجيب له منين. مشكله هاي. تقدريش حضرتك تقولي له يستنى عليا شويه لغايه ما ربنا يفرجها معايا؟ ايه بس انا ما في محكه بيني وبينه. طب ما تعرفيش حد يسلفني ال10,000 جنيه دول؟ انا ما بعرف حدا بمصر يا احسان. طب والعمل؟ هجيب انا منين ال10,000 جنيه دول؟ ويا ريتهم كمان 10,000، انت كمان بدك فوقهم 70,000. 70,000؟ ايه. شو نسيت الوصل الامان اللي مضيتي لي اياه؟ ايوه، بس حضرتك قلتي لي انك مش محتاجاهم دلوق. شو بدي اعمل؟ حظك سيء، هلا مضطره عليهم ضروري. ايوه يا هانم، بس انت عارفه انا اللي بعرفه انه انا هلا بدي المصاري. شوفوا شو بدك تعملي، وانا رح اقدم وصل الامانه للبوليس وبتصيري انت وجوزك بالحبس.